يعني خلينا نروح للرياضة لليوم. يعني بكرة في عنا مباريات الدور ربع النهائي من كأس آسيا لكرة القدم وكأس أمم إفريقيا. أيوة البطولتين إيه؟ البطولتين هدول مالهم يا خليل؟ يوم مصايب. يعني البطولتين شهدوا خروج مبكر لأكثر المنتخبات ترشح للوصول للنهائيات، ونحن بنتكلم هنا عن مين يا خليل؟ قول يا جماعة. احنا بنتكلم على مغرب، جزائر، مصر، سعودية، يعني منتخبات كبيرة جدا وليها اسم كبير قوي قوي، صوالات وجولات ولعبت في كؤوس عالم وحاجة إيه؟ حاجة أمر. طيب عشان نتكلم أكتر عن الموضوع ده معنا دلوقتي أحمد فوزي، رئيس تحرير جريدة في الجول أو موقع في الجول. يا أبو حميد إزايك؟ أهلا بيك يا خليل، وأهلا بكل المشاهدين، أهلا بيكم جميعا. يعني أول حاجة أنت منور طبعا، أنت قاعد بتتابع وما شاء الله أنتم مش سايبين حاجة غير لما بتحللوها إيه يعني، سواء في آسيا ولا سواء في أفريقيا. بس خليني السؤال الأهم يا أحمد اللي دايما بيخطر على بال الناس دلوقتي، هو اللي بيحصل؟ ولا فريق عربي في ربع نهائي افريقيا مثلا لو هنبدا بافريقيا ليه؟ يعني اعتقد ان هي اسباب مختلفه، يعني لو حللنا وبدانا كده واحده واحده، فالمغرب اعتقد ان خرج بسبب عوده النوك اوت في افريقيا. المغرب منتخب رابع العالم، ولكن دايما لما بيخوض مباريات كاس افريقيا بيبقى حاطط في دماغه عقده ذهنيه ان هو لا يجيد التعامل مع كاس افريقيا، فكان النتيجه ان هو بيهتز حتى فنيا بسبب العقده النفسيه دي. شفنا في ماتش جنوب افريقيا بيهدر بعض الفرص السهله جدا، منها طبعا ركله الجزاء طبعا. فده اعتقد كان السبب ان هو داخل مهزوم نفسيا بالنسبه للمغرب. بالنسبه لمصر والجزائر وتونس، في السبب واحد ان هو التخبط والعشوائيه في اداره الكره محليا اللي بتؤدي الى تدهور نتائج المنتخب الوطني يعني. واخيرا موريتانيا، فطبعا هم حققوا اساسا انجاز تاريخي بالتاهل لاول مره في تاريخهم لدور ال 16 يعني، فمش مطلوب منهم الحقيقه اكتر من كده يعني. طب احمد، نقدر نقول الاجيال اللي موجوده حاليا في المنتخبات العربيه اللي احنا ذكرنا اسمها او اللعيبه كبروا، ما بقوش هم الرابع العالم، ما بقوش هم اللي واخدين بطوله افريقيا وبينافسوا على نهائي، نقدر نقول ان هم كبروا ومحتاجين اجيال جديده؟ دايما بيبقى محتاجين طبعا تلاحق اجيال في كل المنتخبات، بس بنتكلم في منتخب المغرب لسه يعني ما اعتقدش، احنا لسه كانوا من سنه واحده بس رابع العالم. اغلب اللاعبين صغار السن، بنتكلم عن ياسين بونو ما زال قدامه مثلا سنين لسه، حتى لو هو تجاوز ال 30 ولكنه حارس مرمى. نصير مزراوي، اشرف حكيمي، نايف اكرد، كلها اسماء شابه. بنتكلم عن حكيم زياش، حتى مثلا نور الدين امرابط، سفيان امرابط عفوا، كلها اسماء لسه يعني، يوسف النصيري، كلها اسماء ما اعتقدش ان هي نقدر نقول ان هو انتهى الجيل. فهي المشكله بالنسبه لي مش في التقدم بالعمر، ولكن في ترسيخ العقده الذهنيه ان انا حتى لو تألقت عالميا فانا في بطوله افريقيا مش البطوله ما بتحبنيش. ان انت تخش المباريات وانت حاطط العقده دي في مخك، هو ده اللي بيؤثر على الاداء ومن ثم طبعا النتائج يعني. حلو، بما انه ذكرنا نقطه الاداء، لأي مدى فعليا الجمهور، الإعلام، يعني بنعرف قد ايه هذا الموضوع كتير مهم بالنسبة للفرق اليوم، قد ايه الجمهور والإعلام بيلعبوا دور في أداء اللعيبة اليوم أو حتى تحسنهم أو تراجعهم، بيأثروا عليهم أثناء البطولة يعني؟ بالضبط، فاهمك طبعا. طبعا بيلعب دور مهم جدا سواء الإعلام أو الجمهور، ولكن دايما ما ينفعش يبقى هم البداية يعني. ما ينفعش مثلا فريق يكون لا يؤدي بقوة، لا يظهر لنا الروح العالية ويجد مساندة الجمهور أو الإعلام، يجب أن تكون البداية من اللاعبين أنفسهم أولا، ثم يجدوا المساندة جماهيريا، المساندة إعلاميا. ولكن مين هيساند مجموعة مثلا، مش بتكلم بقى هنا عن حالة خاصة، لا أنا بتكلم في العموم طبعا، هيساند مجموعة من الفشلة. طب بما أنه حكينا عن أداء الفرق، قديش هي بتأثر على تشجيع الجمهور خلينا نحكي، طب لو نيجي للواقع، شو سبب ممكن تراجع المنتخبات العربية؟ هل هي بسبب مشاكل ممكن فنية إدارية، أو حتى خلينا نحكي بأداء اللعيبة، وين المشكلة، وين الخلل؟ هو ما ينفعش ان احنا نقول عنوان كبير للمنتخبات كلها لانها حالة مختلفة زي ما كنت بتكلم معاك. فلو بتكلم على مصر، تونس، الجزائر، اعتقد ان هي ممكن نحط مش الاعداد طبعا، بس مش متمثله في فتره الاعداد ما قبل البطوله فقط، هو المنظومه ككل. لا انا بتكلم على الاتحادات، اتحادات الكوره يعني، مش الاعداد. طبعا الاتحادات بالظبط يعني. اعتقد في الجزائر مثلا جمال بالماضي كان يجب ان يرحل عن تدريب الجزائر منذ نهايه افريقيا الماضيه وليست الحاليه مثلا يعني.
منتخب مصر لم يكن ليسمح برحيل كارلوس كيروش بعد أدائه في صح. كأس الأمم الأفريقية الماضية وتصفيات كأس العالم. تونس محتاجة إحلال وتجديد في الجيل ككل، بنتكلم عن إن يوسف المسكني هو نجم المنتخب الأوحد منذ 2013 أعتقد يعني، فاللي هو كبر والدواء بقى فعلا الجيل اللي كبر ومحتاج ان هو يتغير فعلا يعني. فهي اسباب مختلفه لكل منتخب، ولكن ان المحصله النهائيه واحده زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان هو في الاخر فشل للاسف لكل المنتخبات العربيه في خلينا البطوله. احمد نسيب افريقيا روح ونروح اسيا. لاسيا اللي لسه المنتخبات العربيه ها في 2 منهم لسه في المنافسه. خرجت منتخبات عربيه كبيره في زي السعوديه مثلا من اسيا، ولكن احنا مش عارفين مين اللي هياخد البطوله دي. يعني ما اعتقدش ان المره دي هيكون في، اتمنى طبعا يكون في بطل عربي، ولكن حتى الان استمرار كوريا الجنوبيه واليابان واستراليا وايران طبعا اللي هي القوه الاساسيه والمعتاده في الكره الاسيويه، يمكن قطر طبعا ليها بعض الحظوظ بصفتها صاحبه الارض وحامله اللقب طبعا، فده برضو قد يعضد فرصها شويه، ونتمنى ان هي بتبقى تكون لقطر او الاردن باذن الله يعني. ولكن حتى النتائج العربيه في اسيا ما اعتقدش ان هي سيئه بقدر ما كانت سيئه في افريقيا صح. يعني. ان العراق قدم دور مجموعات ممتاز، ولما ودع البطوله ودع قدام الاردن يعني بسيناريو خيالي الحقيقه. سوريا بنتكلم سوريا عن سوريا امبارح بالظبط، سوريا تأهل تاريخي لدور 16 لأول مرة في تاريخهم تحت قيادة هيكتور كوبر، والخسارة أمام إيران بركلات الترجيح بعد مباراة قوية جدا وكبيرة صح. كادوا أن يفوزوا بها، خصوصا بعد الطرد اللي تعرض ليه لاعب إيران في مهدي طارمي، فأعتقد أن هي برضه مشاركة تاريخية. حتى السعودية وتوديع البطولة قدام كوريا الجنوبية هم قدموا الحقيقة فنيا مباراة كبيرة جدا على في التسعين دقيقة وفي الوقت الإضافي كمان. شفنا أحمد انكسار الحارس قدم مباراة عظيمة الحقيقة يعني، أكثر حارس تصدي تحقيقا لتصديات في تاريخ السعودية في كأس آسيا، عمل مباراة عظيمة جدا. يمكن فقدان التركيز من اللاعبين في الثواني الأخيرة من الوقت الضائع في المباراة أو الوقت الأصلي للمباراة هو اللي أهدى كوريا الجنوبية التعادل، وتألق طبعا الحارس الكوري في ركلات الترجيح هو اللي حسم بطاقة التأهل لصالح كوريا. ولكن إجمالا السعودية قدمت مباراة جيدة جدا رغم إن هم في الأخير محصلا هم طبعا ودعوا البطولة مبكرا للأسف يعني. يعني يا احمد زي ما انت قلت، نتمنى ان بما ان المنتخبات العربيه الباقيه موجوده في اسيا، فنتمنى ان الاردن اكيد او قطر هم اللي يحصلوا على البطوله، ونكون دايما متفائلين يعني. ان شاء الله. احمد فوزي رئيس تحرير موقع في الجول، شكرا يا احمد ليك وشكرا لوجودك شكرا معانا. لك. شكرا ليكم. شكرا جدا، تسلم.